حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون خاص بالسناجل، وكمان خاص بالسيدات، يعني سيدات السناجل او الانسات. يعني بنتكلم النهارده عن مواصفات زوجك المستقبلي بحروف اسمك، مواصفات زوجك المستقبلي إن شاء الله. عايزين نعرف كل حاجة عنه، طاقته العامة، الشخص ده ممكن يبقى بيشتغل ايه، تتعرف على بعض فين، الشخص ده انت تعرفيه ولا لأ، بعيد عنك دلوقتي ولا طاقته قريبة منك، يعني نعرف كل حاجة عنه. يبقى القراءة النهاردة لسيدات، وهتكون مواصفات زوجك المستقبلي. تمام، القراءة دي تصلح للسناجل، يعني مفيش حد خالص خالص في حياتك ولا بتفكر في حد. ممكن تصلح للناس اللي بتكراش أو معجبة بشخص، وكمان تصلح للمطلقين، وتصلح لو انتوا كنتوا في علاقة خطوبة خلاص الخطوبة دي فسختوها، يعني خلاص مبقاش فيه خطوبة، تصلح برضو ليكم القراءة، وكمان تصلح للمتأخرات عن الزواج. فقراءة النهاردة إن شاء الله تكون حلوة، ونعرف فيها مواصفات زوجك المستقبلي إيه إن شاء الله بحروف اسمك أنتي. ياللي بتسمعيني أو ياللي بتسمعي الفيديو، قراءة هتكون كمان بالأحجار. الحجر الأول أو مجموعة رقم واحد هتكون بالحجر الأحمر، مجموعة رقم اتنين تكون بحجر هو لونه يعني زي بنفسجي فاتح، بيربل فاتح يعني، بس جميل قوي يعني. بصوا لو لاحظتوا طلع عامل كده شكل جميل قوي. فدي مجموعة رقم اتنين ودي مجموعة رقم واحد. تختار بالأحجار يا تختار بأول حرف من اسمك انت، ولكن انا بنصح ان انت تختار بالأحجار. طيب، لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تنوروني في القناه وتعملوا سبسكرايب وتقولوا لي بتتابعوني منين، وكمان لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان الفيديو كمان يروح لهم ويشوفوا الفيديو معاكم. ولو حد محتاج يحجز قراءه مدفوعه يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. وكمان بالنسبه للناس اللي فازت في فيديو امبارح، الناس اللي عملت تعليقات أو أول أوائل الناس اللي عملت تعليقات على الفيديو وكمان بتتفاعل، إن شاء الله هجاكم آخر الفيديو ده، استنوني. أوكي، حلو، بينا بقى نبتدي القراءة ونشوف طاقة مجموعة رقم واحد. يا ترى طاقتك إيه اللي بتسمع الفيديو دلوقتي؟ كنت ماسكاها بالمقلوب باين. طيب، في طاقة اختفاء مختفي، أو في طاقة إن في حاجة مخفية أو مش عارفها وبتدور عليها، يعني في حاجة أنت مش متأكد منها دلوقتي بالطاقة الحالية، او في حاجة حاسس ان هي مخفية عليك وبتحاول ان انت تعرفها وتتأكد منها، او انت اللي مخفي او حابب ان انت تكون مختفي الفترة دي عن الناس، مخفي عن حد يعني ايه، او مختفي عن حد، او يمكن مخبي حاجة عن حد. شايفاكم في طاقة انجذاب او اعجاب بشخص، او في شخص هو اللي معجب بيكم في الطاقة الحالية، خصوصا لو انت او انتي بقى، عشان احنا النهارده بنتكلم مع سيدات، فخصوصا لو انتي من برج
أو من طاقات هوائية أو من طاقات نارية، وخصوصا برج الميزان. سوري مش عارفة برج الميزان جه على لساني، بس بقول برج الجوزاء وبرج الحمل، تمام؟ ده خصوصا لو انتوا من البرجين دول، برج الجوزاء وبرج الحمل، وكمان عندي برج الحوت، بس انا حاسة ان انت من طاقة نارية او من طاقة هوائية. حسيت ان الكاميرا فيها حاجة فظبطتها، يا رب تكون كده الصورة اوضح. طيب تعالوا بينا نكمل القراءة. فأنت دلوقتي في طاقة انجذاب او اعجاب بشخص او في حد او في شخص معجب بيك. تعالوا نتأكد. لا، شايفة ان في شخص هو اللي معجب بيك، في شخص هو اللي بيراقبك او بيتسلل كده، عايز يعرف اخبارك، عايز يعرف انت بتعمل ايه، بتكلم مين. انت ما تعرفش هو بيراقبك، الشخص ده في شخص بيراقبك ومعجب بيك حاليا، انت يا اما شاكك فيه يا اما ما تعرفش خالص ان هو بيراقبك او عينه عليك او معاك او كده، تمام؟ فلا، ده شخص اللي بيراقبك مش انت اللي معجب. ممكن على فكرة كل بعض الطاقات انت معجب بشخص وهو كمان معجب بيك، ولكن انت غير متأكد، يعني مش متأكد ان هو فعلا معجب بيك او كده، او مش عارف حتى ان هو بيراقبك، اوكي؟ لانه الشخص ده بيراقبك في خفاء، بيراقبك في خفاء. وعلى فكرة ممكن يكون الشخص ده من برج ناري أو برج هوائي، أوكي؟ طاقة نارية أو طاقة هوائية. طيب أنت على فكرة هتنتصر في حاجة، وأنت دلوقتي في شعور انتصار، أنت منتصر على شعور، مثلا كنت دايما بتحس بشعور معين ودلوقتي بقيت تنتصر على الشعور ده، أو تقدر على الشعور ده، فحاسس بانتصار، حاسس بفرحة. ممكن كمان تكون منتصر على شخص، أو منتصر على موقف حصل لك مثلا وظلمت فيه، والموقف ده جالك تاني، والشخص اللي ظلمك ده ظهر على حقيقته وانت انتصرت في الموقف ده لتاني مرة. ممكن كمان تكون عندك قضية او عندك حاجة فيها ظلم، يعني انت اتظلمت في حاجة وفي انتصار جايلك، او انت دلوقتي في الطاقة بتاعت الانتصار دي، تمام؟ كمان جايلك شكرة، الشكرة السابعة، جايلك الشكرة السابعة، اوكي؟ على فكرة انت ممكن تكون حاليا بتعاني مثلا من صداع، ان الشاكرا دي دايما بتعمل كده، او كمان ممكن تعمل لك نقص في تقبل الواقع، او مش قادر انت تتقبل الواقع ده، دايما بتحاول ان انت تتقبل الواقع بتاعك ولكن مش قادر ان انت تتقبله. على فكرة دي لو الشاكرا مش متوازنة، اوكي؟ لكن لو الشاكرا متوازنة انت دايما هيكون عندك صبر، هيكون عندك سعادة، مهما كانت الحالة اللي انت فيها، او مهما كنت انت بتواجه ايه، هتلاقي عندك سعادة، هتلاقي عندك صبر على المشاكل، هتلاقي عندك تقبل الاختبارات من عند ربنا. لكن لو الشاكرا دي مش متوازنة عندك، دايما هتحس ان انت مش متقبل الواقع بتاعك ده، ودايما هتحس نفسك عندك صداع نصفي مثلا، عندك صداع عامة، أعصاب، عندك أمراض أعصاب، يعني أو أعصابك مضطربة دايما، تلاقي عندك مثلا ألم في العظام، أو مشاكل في العمود الفقري، كل دي بسبب عدم توازن الشاكرا، اوكي؟ وعلى فكرة الشاكرا دي على طول بتبقى مرتبطة بشاكرة العين التالتة. طب انت ممكن توازن الشاكرا دي ازاي، او تكون مثلا، او تقدر يعني على الاقل ان انت تحاول تجيبها في الوضع الطبيعي، ان انت دايما تحاول تستنشق الهواء، دايما تحاول تشم هواء كده، تدخل هواء لجهازك التنفسي وللرئة، ودايما تسبح، تسبح ربنا كتير وتذكر ربنا كتير.
اهم حاجه العباده في الشفره دي اهم حاجه. وطبعا العباده دي معانا كلنا في حياتنا كلنا، دي اهم حاجه، ولكن الشفره دي دايما بتتوازن بالعباده والخشوع لربنا، وان انت تسبح كتير وتذكر ربنا كتير، و تحاول تبعد خالص خالص عن الادويه اللي هي مهدئات او الادويه المنومه لو انت بتاخدها بلاش. يعني لو انت دلوقتي تسمعني بتسمع القراءه وبتحاول انت تاخد الادويه دي او بتاخدها عشان تعرف تنام، فبلاش، لان الادويه دي بتعمل عدم توازن في الشقره السبعه اللي طلعت لك. اوكي طيب، انا كترت بالطاقه بتاعتكم النهارده، بس اللي طلع لي الشاكرا دي، و لان احنا بنتكلم برضو النهارده عن زوجك المستقبلي، او كمان عندهم عوائق مثلا في الزواج او مشاكل او كده، فممكن او احتمال يكون الشفرات اللي مش متوازنه عندك في طاقتك او عندك في طاقتك تكون سبب او عائق. اوكي طيب، تعالوا نشوف مواصفات زوجك المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون مواصفات حلوه كده. يا ترى الشخص ده مواصفاته ايه؟ مواصفات زوجك المستقبلي هي مجموعة رقم 1. تعالوا نشوف. طيب انت جايلك حد ان شاء الله طبعا كله بإذن الله، رجل برج السرطان او رجل برج العقرب او رجل برج العذراء جايلك، او دي الطاقات الابراج اللي طالعه. اولا ده شخص وسيم، يعني شخص جميل، ملامحه جميله، جذاب، صوته حلو، لبسه حلو، شيك في لبسه، بيعرف يتكلم، بيعرف يدير حوار، لما تسأليه على حاجة يقدر ان هو يجاوبك، شخص دماغه كويسة جدا، شخص اتألم كتير في حياته، شاف مواقف كتير تعبته في حياته، وعدى بأوقات كتيرة صعبة في حياته. تمام، يمكن هذا الشخص القادم ليكي خارج من علاقة صعبة، او يعني هو مفيش، يعني مش جايلك كده مفيش حد خالص دخل في حياته، لأ، الشخص ده يا اما كان في علاقة خطوبة او علاقة زواج كمان وانفصل. طبعا ممكن كل واحد على حسب طاقته، يعني لو مثلا انت سنجل مفيش اي جواز في حياتك، فممكن ان انت يكون الشخص اللي جايلك شخص خارج من علاقة خطوبة، واحتمال ممكن برضو يكون خارج من علاقة زواج او كده، بس يكون شخص كويس، يعني مش لازم نحكم عليه عشان هو خرج من علاقة زواج يكون شخص مش كويس، بس كل واحد على حسب ما يتقبل، يعني انت ممكن تتقبلي غيرك لا. اوكي، فانا لما بقول خارج من علاقة زواج مش لازم يكون كل الطاقة كده، ولكن دي طاقة عندي، طاقة عندي. طيب، فقلنا ان هذا الشخص من برج السرطان او العقرب او العذراء. ممكن لبعض الطاقات منكم يكون هذا الشخص بعيد في المسافة عنك، يعني هو حاليا في بلد وانتي في بلد، وهو في محافظة وانتي في محافظة. اوكي، يعني في بعد، شايفة ان في بعد، حاليا في بعد، لكن طبعا ممكن بعد كده يكون الشخص ده قرب او جه المكان اللي انتي فيه، او انتي روحتي المكان اللي هو فيه او كده وتتقابله. طيب تعالوا كده نعمل توضيحات، نعمل توضيحات لهذا الشخص، نعرف عنه اكتر. بيتعلق في الناس بسرعة هذا الشخص، او لما يتعرف عليكي ويقرب منك هيتعلق بيكي بسرعة،
مش من الأشخاص اللي بتتعلق بعد فترة، لا ده بيتعلق بسرعة. شخص بيحب العمق والتحليل. يعني إيه؟ يعني هو بيمتاز أو عنده القدرة إنه يحلل ويحلل، يعني مش تحليل كده يعني أي كلام، لا ده تحليل عميق للأمور، لازم يفهم الأمور من جميع أو من جوانب مختلفة، من جميع جوانب يفهم الموضوع ده. محلل فظيع يعني. تمام. على فكرة الشخص ده العاطفة والتفاني في حياته كبير قوي، دايما بيتمتع بشغف وتفاني في كل حاجة بيعملها. يعني هيحب بتفاني، بيعمل بتفاني. الصورة بتتعمل معايا لما طيب كده ان شاء الله تكون اتظبطت. يعني علاقاته الشخصية، علاقاته الاجتماعية، علاقاته المهنية، اي حاجة هو بيحب يعملها بحب. يعني ما يحبش انه يروح شغل هو مش حبه، لا. الشخص ده كمان بيتميز بالإصرار والتصميم، بيحب يكون، او دي يعني صفاته او شخصيته كده. هو لما بيحط حاجة في دماغه بيوصل لها مهما حصل بقى، مهما قابلته أي حاجة. كمان على فكرة الشخص ده بيتمتع بذكاء وتخطيط فظيع. لو عايز يوقعك في حبه هيوقعك، الشخص ده مش سهل. لو عاوز يوقعك هيوقعك. أدام حبك وانتي مثلا مش واخدة بالك، أو بالنسبة لك انتي عادي، أو حاسة ان هو بالنسبة لك عادي، لا ده هيوقعك. مش من الناس مثلا اللي ايه، اللي لو انتي مش معجبة بيه أو مش واخدة بالك منه يسيبك ويمشي، لا. أدام هو حبك خلاص يصمم ويدقق لحد ما يجيبك أو يخليكي تقعي في حبه. شخص يعني بيعرف يعمل ده كويس جدا. شخص وفي جدا على فكرة، ووفي جدا مع أصدقائه، ووفي في حياته عامة مع الناس القريبين منه. وكمان لما يعجب أو يحب أو يقرب من واحدة هيكون وفي معاها وصريح معاها. الشخص ده كتلة من الغيرة على فكرة، كتلة من الغيرة بيغير. وعلى فكرة لو الشخص ده كان في علاقة قبليكي، انا واخده ان انا اقول قبليك، بس احنا النهارده بنعمل سيدات بس، سيدات فقط. بس لو الشخص ده كان عارف واحده قبليكي او كان في علاقه مع واحده قبليكي فهو انفصل عنها بسبب ازمه ثقه، كانش عنده ثقه. الشخص ده بيثق في صوابع ايدي، ما عندوش ثقه، بيخاف، ما بيعرفش يثق، يعني ده غصب عنه ما بيعرفش يثق. ولو لقى حركة واحدة صغيرة من البنت أو من السيدة أو الأنثى اللي معاه ممكن يبني عليه حركات كتيرة قوي وحاجات كتيرة قوي، وفي الآخر ينفصل. هو شخص مش بيثق بسهولة في الطرف الآخر، الموضوع ده عنده صعب. ممكن نقول عليه شخص غامض شوية، شخص يعني ممكن يكون معقد شوية في موضوع الغيرة ده. ممكن نقول كمان عليه شخص متحكم ومسيطر حبتين، يعني عنده تحكم وسيطرة جامدين. تمام. وعايزين نقول برضو ان هو شخص بيتمتع بحساسية فائقة، حساسية زائدة، بيكون حساس قوي خلال او من خلال تصرفات اللي حواليه. تمام. او تصرفاتك انتي معاه بيكون حساس قوي تجاهها. تمام. يعني خصوصا في القلب، لما يحب، لو حبك او بقى معاك في علاقة زواج او خطوبة وعملتي له حاجة يتأثر قوي زي الطفل. يعني الرجل ده صعب ومعقد وحاجات كتير جدا جدا، بس ممكن يكون معاكي انتي طفل، أقل كلمة منك تفرحه وأقل من كلمة منك تزعله. معانا هنا أوراق إيه لو طلع أقول؟ والله أنا شايفة طاقات هوائية برضو، طاقات هوائية. وهنا طلع لي برج السرطان والعقرب والعذراء. طيب ترى الشخص ده انت تعرفه ولا لسه؟ الله،
لبعض الطاقات الشخص ده في حياتك بس عامل ستار مغطي نفسه، مش مبين نفسه ان هو عاوز يكون معاك، وبعض الطاقات التانية الشخص ده لسه هيدخل حياتك، ولما يخش حياتك برضو هيبقى عامل ستار. اهو الشخص اللي قلتلكم بيراقبك وهو متخفي في الخفاء، هيبقى عامل ستار برضو لفترة، مش على طول، لفترة. اوكي، فشايفة ان الشخص ده في حياتك حاليا بس عامل ستار. وفي نطاقات تانية الشخص ده لسه ما دخلش حياتك، ولكن لما يدخل حياتك هيكون بيتكلم معاك عادي، بس حطك في دماغه وبيعمل لك تحليل وتدقيق وكل حاجة بس من ورا الستارة. تمام، طيب تعال نشوف كده ممكن يكون الشخص ده بيشتغل ايه. الشخص ده ممكن يكون شغال مدرس. اوكي، ممكن يكون بيشتغل حاجة بره بلدك في السفر، بيشتغل محامي. بيشتغل مصمم عندي برضو، ممكن يبقى كده. ممكن يكون بيشتغل في العلاقات العامة والحاجات دي. أو ممكن يكون بيشتغل شغل أو عمل فيه شوية تشغيل دماغ. يعني إيه؟ يعني مثلا زي مندوب المبيعات مثلا، تمام، عشان يقنعك بحاجة ممكن يشغل دماغه شوية، أو يتعامل كده بفن ذكاء شوية عشان يقنعك بالحاجة دي. فممكن يكون ده مجاله أو دي حاجة هو شغال فيها برضه. أوكي، طيب تعال نشوف الشخص ده ممكن تتقابل فين معاه. ممكن تتقابلوا فين يا ترى؟ الله، مش عارفة ليه بعض الطاقات فيكم انا حاسة ان الشخص ده انت تعرفه عن طريق حاجة، عن طريق حد، عن طريق وسيط، عن طريق صديق، عن طريق عمل، عن طريق مثلا سوشيال ميديا. كمان ممكن الشخص ده تتقابل معاه في مكان، انت رايح المكان ده وهو رايح المكان ده، وتقريبا ممكن يبقى دكتور، انت رايح للدكتور وهو رايح للدكتور. ممكن كمان نقول ان الشخص ده انا شفت ان هو ممكن يبقى بيشتغل مدرس، فممكن برضو او احتمال تكون انت رايح المدرسة دي تقدم في شغل، تجيب قريبك او تودي قريبك او ايا كان، اخوك ايا كان، وتتقابل او يكون في صدفة للقاء ما بينك وما بينه في المكان ده. شايفة ان في يا حد او وسيط هيتقابلوا، هيقابلكم ببعض، تمام، يا مكان هتتقابلوا انتوا فيه مع بعض وانتوا اتنين هتكونوا رايحين المكان ده بالصدفة. اوكي، طيب فده كان زوجك المستقبلي، او مواصفات زوجك المستقبلي المجموعة رقم 1. وعايزين برضو من القراءات دي بالنسبة للسيدات او البنات او يعني مش عارفة اقول ايه الانثوات. اوكي، نعملها اكبر بقى من كده ونشوف حاجات تانية اكتر. اكتبولي برضو، قولولي ممكن نشوف ايه تاني في القراءة دي غير مثلا شغله ومواصفاته ومكان اللقاء وكده.
نشوف ايه تاني، وعاوزين ايه تاني، وانتوا تعرفيه ولا ما تعرفيهوش ممكن نشوف ايه تاني برضو قولولي. طيب تعالوا كده بقى نخش على مجموعة رقم 2 ونشوف طاقة مجموعة رقم 2 يا ترى عاملة ازاي دلوقتي. تعالوا بينا نشوف كمان بكروت الطاقة يا ترى طاقتكم دلوقتي ايه. مجموعة رقم 2 يا ترى طاقة مجموعة رقم 2 دلوقتي اخبارها ايه، عشان كمان لو الطاقة ما انطبقتش ممكن تشوف مجموعة رقم 1. اوكي، ممكن على فكرة تكونوا من برج القوس او من برج الاسد يا مجموعة رقم 2 او برج الحوت كمان. انت دلوقتي بتبتدي، الله الله الله، طاقة استشفاء جميلة جدا جدا يا مجموعة رقم 2. الاغلب منكم انت كنت بتعاني من مرض مثلا معين، عندك مشكلة معينة جسديا او نفسيا، وانت في طاقة استشفاء وداخل على طاقة استشفاء هايلة يا مجموعة رقم 2، فما شاء الله. يعني مع انك فقد الامل في الارتباط، يعني انا شايفه طاقتك حاليا انت فقد الامل في الارتباط، وفقد الامل ان حد يعرض، او انت بقى مش عارفه ليه بقول انت، انت بقى ده من النهارده بنتكلم مع السيدات عموما، فانت رافضه سوري انت عندك فقدان للامل في الارتباط، او ان حد يعرض عليكي عرض زواج او ارتباط او كده، او مش حكايه فقد الامل في كده، حاسه ان كل اللي حواليكي او كل اللي هيجي او كل اللي هيتكلم معاكي هو شخص لاعبي، شخص بيتسلى، شخص مش جاد في مشاعره او كلامه. يمكن مريتي بكذا تجربه مش حلوه، يمكن الناس اللي حواليكي كلهم مثلا مروا بتجارب مش حلوه، فانتي خلاص بقى بتقولي يعني الدنيا حواليا كلها كده وهيجي انا الشخص الحلو كويس اللي يجيلي، لا. فانت عندك فقدان الامل في موضوع الارتباط ده، او حاسه ان ما بقاش في حد كويس او حاجه، بس لا يعني ان شاء الله يجيلك شخص كويس. وعلى فكره انت ممكن جدا تكوني من برج ناري، عندي برج القوس او برج مائي، عندي برج الحوت او برج العقرب جايلك كل ده. على فكرة انت اتظلمتي كتير في حياتك، او انت طاقتك الحالية انت حاسة ان انت مظلومة، بس لا انت في تعويض، تعويض وتعويض جامد قوي جايلك. يعني انت في انتظار الحب، انت في انتظار القلب، انت في انتظار الشخص المناسب اللي يجيلك كده شايل قلبه وبيحبك ليك لذاتك انت مش لغرض معين. تمام، انت قوية، يعني انت كإنسانة قوية، وانت دلوقتي برضو باينه للناس ان انت في طاقة قوة، ولكن انت من جواك حزينة على اللي جواك، على الموقف او على الشعور الداخلي اللي جواك. ممكن تكوني مريتي بعلاقة سابقة والعلاقة دي اثرت فيكي ومخلياكي مفيش ثقة في الناس، وممكن يكون من تجارب الناس اللي حواليكي. اوكي، كمان جايلك الشاكرا الاولى، الفيرست شاكرا، وعامة الشاكرا دي بتكون موجودة دايما في نهاية العمود الفقري، ودايما الشاكرا دي بتكون مسؤولة عن الأمان أو الشعور بالخوف، الشعور بالأمان والشعور بالخوف الاثنين. والشاكرا دي كمان مسؤولة عن الغرائز كلها. اوكي، طيب لو في خلل او في عدم توازن في الشاكرا دي بتلاقي نفسك دايما بتاكلي كتير قوي، بتلاقي نفسك ان انت عندك زياده في الطاقه، حاسه ان انت عندك زياده في الطاقه شويه. تمام، لو جينا نتكلم مثلا، وانت اكيد انت اكيد عندك احساس زياده في الطاقه او كده ان الشاكرا دي طالعه لك، واكيد في خلل او في عدم توازن في الشاكرا دي، يعني على الاقل يعني يكون في طاقه منكم في الموضوع ده ادام الشاكرا دي طلعت. اوكي،
مش لازم يكون كلكم، بس في حد او في طاقة معينة بتسمعني عارفة ان هي عندها الموضوع ده. وكمان لو جينا نتكلم على المستوى او الجانب النفسي، الشاكرا دي بتعمل قلق دايما، خليكي كده عندك قلق، عندك خوف، عندك احباط زي ما قلت هنا اهو، مثلا تلاقي عندك عدم امان، كمان على فكرة الشاكرا دي ادام هي واقعة في اخر العمود الفقري فتلاقي دايما عندك الم اسفل الظهر، مفاصل الركبة، خلل في الهرمونات، بيسبب لك مثلا سمنة، بيسبب لك ان انت بتاكلي كتير كده يعني، تمام. بس فممكن يكون الشاكرا دي فعلا لطاقة معينة منكم. اوكي، كمان جايلي عليها رقم 35، فممكن يكون رقم 35 ده رقم سن يعني سنك، او رقم مميز عندك او حاجة. وكمان جايلي رقم 8. اوكي طيب، طب على فكرة صح، اقول لكم ازاي توازنوا الشاكرا دي. الشاكرا دي دايما بتتوازن لو انت مشيتي حافية، يعني تمشي حافية على الارض، لان الشاكرا دي بتتوازن من التراب او من الارض. كلي اي حاجة حمراء، هي لون حمراء الشاكرا، كلي اي حاجة حمراء يعني مثلا تفاح، فراولة، البسي حاجة حمراء دايما، وما تحسي مثلا بالإحساس اللي أنا قلته لك ده في عدم توازن الشاكرا، قومي البسي حاجة حمراء. أوكي، ممكن قلت إيه تاني؟ صلة الرحم على فكرة، صلة الرحم بتصلي رحمك، الموضوع ده برضه بيوصل الشاكرا دي، إنها زي ما قلنا في آخر العمود الفقري فمسؤولة عن الكلام ده. طيب تعالوا بينا نشوف الشخص أو زوج المستقبل لمجموعة رقم 2، ترى مين مواصفاته ايه يا ترى. يا ترى يا هل ترى، جايلك شخص متهور اهو، شخص متهور وعنيد وحنين ومعطاء، ممكن نقول شخص صريح، شخص صريح متهور، بيواجه ما بيخافش، ما بيفكرش قبل ما بيعمل الحاجة، يعني هو جات في باله حاجة هو خلاص عملها، ما بيعتمدش على التفكير وما بيعتمدش على ناخد وقت يعني، لا ده على طول بيعمل الحاجة في ساعتها ما بيتأخرش. بيتحرك كتير، ما بيقعدش في مكان، بيتنقل كتير، ما بيحبش الملل، ما بيحبش الروتين، ما بيحبش النكد، ما بيحبش التعود على حاجة معينة، بيحب يغير دايما، يعني مش هيغيرك، لأ ما اقصدش كده، بس اقصد ان هو بيحب ان هو يغير مثلا لو مثلا بينام مثلا بطريقة معينة، لا بكرة ينام بالطريقة الناحية التانية، يغير الدولاب يحطه الناحية التانية. يعني انتي هتتجوزي الشخص ده تلاقيه كل شوية البيت كل حاجة في حتة، بسبب ان هو بيحب ان هو دايما يغير الدنيا، بيحب ان هو دايما مش يعني عينه ما تاخدش على حاجة واحدة، لا عينه تبقى كل يوم في حالة، كل يوم في جديد. شخص قوي، عنده كاريزما، شخص واثق من نفسه، عنده طموح، عنده مصداقية، يعني ما بيحبش يكذب ولا بيحب الكذب ولا بيحب اللي يكذب عليه.
بيتعلق بسرعة الشخص ده، وزي ما قلنا هو متهور، فكمان هو بيتعلق بسرعة يعني ما بياخدش وقت عبال ما يتعلق. يعني لو الشخص ده كان في حياتك كراش فانت اكيد هتعرفه لانه بيبان عليه جدا، شخص اللي جواه بيبان على عينيه على طول، ما بيقدرش يخبي كتير وما بيعرفش الغموض خالص، الشخص ده مش غامض خالص. كمان هتلاقيه ان الشخص ده على فكرة بيحب المرأة الصعبة، يعني لو الشخص ده في حياتك حاليا دلوقتي او معجب بيك او كده، هتلاقيه ان هو بيحب المرأة الصعبة، او هتلاحظي عليه كده تمام. ولو لسه مطلعش في حياتك فاعرفي ان هو بيحب المرأة الصعبة او زوجك المستقبلي من النوع ده، بيحب ان هو يحط نفسه في مشاريع جديدة، خطط جديدة، اي حاجة جديدة. مثلا صديقه ده معاه شغل مثلا في حاجة يخش معاه مش هيقول لأ، بيحب يبقى في كذا اتجاه، هو مشتت كده، بيحب ان هو يشوف ده ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده في كل حاجة. وعلى فكرة شخص دايما بيحب ان هو يكون متملك الحاجة، ويمكن شوية عنده استغلال، شخص متملك واستغلالي شوية تمام. طيب تعالوا نشوف أكتر. طيب هنقول مخلص، هو شخص مخلص، يعني لو حب من قلبه بجد بيخلص ليك. يعني ده تاني طالع لي برج الحمل، وتاني طالع لي، لا أول مرة يطلع لي برج الميزان لكن طالع لي برج الحمل تاني. الشخص ده شكله من برج الحمل القادم ليكي يا مجموعة رقم 2. ظهر كده انه جايلك شخص من برج الحمل. طيب كنت بقول ايه، هو مخلص يعني لو دخل في علاقة حب او زواج خلاص، لكن قبل كده لا، هو بيحب برضه ان هو يتعرف على دي وعلى دي وعلى دي، بس خلاص لقى زوجته مستقبلية ودخل في خطوات رسمية، فا اوكي هو كده خلاص مش هيخون. لا هو شخص يعني مخلص، بس لما يخش في علاقة رسمية، شخص جريء او رجل جريء بقى، خلينا نقول، ورجل مندفع ودايما عنده القدرة على المواجهة. هنقول ده طفل، يعني ده رجل ممكن يكون بان قدامك انه ما تعرفيش مثلا تمسكيه، او ما تعرفيش تعرفي هو بيعمل ايه او كده، ولكن قدامك لو الشخص ده حبك او بقى فيه ما بينكم حب فهيبقى الشخص طفل جدا تمام. لما بيحب يعني بيسلم كل قلبه للبنت او للسيدة اللي بيحبها. تعالى نشوف كده الشخص ده انتي تعرفيه ولا ما تعرفيهوش. تعالى كده نشوف ترى انت تعرفه ولا ما تعرفوش. انت تعرفه بتراقبه، ويمكن زعلان منه، ويمكن كراش وبيجي شوية ويبعد شوية وكده وتعبك، فانت متضايق منه، بس انا شايفة ان الشخص ده انت تعرفه وبترق وعينك عليه او عندك مشاعر تجاهه تمام. فالمجموعة رقم 2 انت تعرف هذا الشخص ظهر في حياتك. طيب تعالوا كده بينا نشوف يا ترى الشخص ده بيشتغل ايه. بيسافر زي ما قلتلكم، بيتحرك كتير يعني في سفر، وهو شغله بيعتمد دايما على التنقلات، بيشتغل في التسويق. اوكي بيشتغل الحرفة بايديه او بيكتب، او بيبقى دايما عنده لابتوب او كمبيوتر ودايما بيبقى بيشتغل بايده، او حرفة يدوية ممكن نقول، برضو بيشتغل محاسب، ممكن نقول بيشتغل محامي، عندي طاقة محامي برضو. ممكن كمان نقول بيشتغل حاجة
ليها علاقة بالقيادة، يعني قائد مثلا في حاجة، ممكن يبقى قائد في شرطة أو جيش، أو قائد في عمل مثلا معين، أو في شركة معينة هو فيها مدير قائد ماسك مجموعة من الناس. أوكي طيب، عايزين نشوف إيه تاني، نلم كده نشوف. ممكن تتقابلوا فين مع هذا الشخص؟ خلينا بس طول يا ترى، ممكن الشخص ده تتقابل معاه فين؟ مكان اللقاء. بسم الله. مش عارفة، طاقة الطبيب طلعلي النهاردة كتير. ليه؟ تقابل معاه عند الطبيب، أو ممكن يبقى هو الطبيب على فكرة، او مثلا تتقابل معاه في مكان فيه استشفاء، معمل تحاليل، صيدلية، مستشفى، يعني اي حاجة كده. على فكرة انت ممكن تكون بتقابل معاه بالروح اصلا، يعني اتقابلت معاه بالروح وروحكم قابلت بعض وتمام، ولكن لسه لحد دلوقتي مفيش قرب باعتراف او كلام مباشر ما بينكم انتوا الاتنين. اوكي، تتقابل معاه في حفلة، حفلة زواج، حفلة خطوبة، تتقابل معاه في مكان فيه تجمع من الناس، تتقابل معاه في مكان فيه بحر، في هوا، في سما، تتقابل معاه عن طريق عيلتك، ركزوا معايا برضو هنا دكتور. تتقابل معايا في حفلة، يا عند دكتور أو طاقة استشفاء، يا في مكان في حفلة، في مكان في تجمع من الناس، يا في نادي مثلا، أو خطوبة أو زواج، عيد ميلاد، أيا كان، أو عن طريق أهلك، يعني تتعرف عليه عن طريق أهلك أو هو يكون من أهلك. طيب، لو حابين نعمل تاني القراءة دي خاصة بالسيدات العازبات، أوكي، أو السناجل، نشوف فيها حاجات أكتر، اكتبولي برضو عاوزين حاجات إيه أكتر مثلا نشوفها عن مواصفات زوجك المستقبلي. طيب خلينا بقى كده، احنا خلصنا مجموعة رقم 2، خلينا نشوف طاقة سوري خلينا نشوف القراءات المجانية وطاقات القراءات المجانية، الناس اللي كتبت كومنتات في أول الفيديو اللي فات. إن شاء الله أنا هجيبكم أهو، نشوف يا ترى مين. طيب خلينا ناخد أول كومنت معانا، مين؟ ياسمين الجوزاء وإسلام الحوت، عايزة تعرفي مشاعره اتجاهك. يا ترى ايه مشاعر اسلام الحوت تجاه ياسمين الجوزاء؟ بسم الله، تعال نشوف. هذا الشخص جاد معاكي او مشاعره فيها جدية تجاهك، لو هو كراش، لو هو شخص يعني انتي مرتبطة بيه حاليا، لا هو شايفك، يعني لو كراش هو شايفك ان انتي تصلحي للارتباط او تصلحي للزواج، ولو انتوا مرتبطين فهو شايفك زوجتك، فهو شايفك ان انتي زوجته المستقبليه، تمام. بس هو حياته فيها مشاكل كتيره او عوائق كتيره، او في مشاكل او عوائق في علاقتكم ببعض، ولكن الشخص ده بيحبك وشخص جاد في خطواته يعني، تمام. طيب تعالي نشوف اللي بعد ياسمين. مشاعر خالد الجدي في البعد مع أمل عقرب، مشاعر خالد الجدي تجاه أمل العقرب في البعد، مشاعر خالد الجدي في البعد عن أمل عقرب، شعره ايه ترى دلوقتي في الطاقة الحالية؟ حاسس بالبعد ده،
وحاسس بغيابك عنه، وهو باعد عنك، او الله اعلم مين اللي بعد عن مين، انت او هو، بس هو دلوقتي في طاقة البعد عنك، زعلان ومضطر على البعد ده، هو مش بكيفه مش بمزاجه ان هو يبقى بعد عنك. بيبص عليك وبيراقبك وعينه عليك دايما على فكرة، وبيشوف انت بتعمل ايه، او بيبقى عايز دايما يعرف اخبارك وعاوز دايما يطمن عليك من البعد. عنده مشاعر حب ليكي لسه؟ عنده مشاعر حب ليكي لسه يا امل. طيب مين تاني؟ حاضر، هبعد عين عنه. حاضر. مشاعر نصار، أسد ونواياه. طيب خلينا نشوف مشاعر نصار الأسد تجاه نور الحوت. ترى مشاعر نصار الأسد ايه تجاه نور الحوت؟ مشاعره ايه يا ترى؟ تعلق بيكي؟ لا، حاسس بمشاعر انجذاب ناحيتك ومتعلق بيكي، وبيحس جنبك بالراحة، دايما حاسس جنبك بالراحة، ودايما حاسس جنبك بالأمان أو الاستشفاء، أو لما تتكلموا مع بعض، أو لما بيشوفك أو كده، وانتي مش قايلة هو بالنسبة لك ايه. ياريت تكتبوا هو الشخص ده بالنسبة لك ايه عشان نقدر نحدد. وهو حاليا مشاعره ليكي، هو متعلق بيكي، تمام، عنده طاقة تعلق بيكي، وبيفكر فيكي على فكرة. مريم حمل، هل في شغل ليكي؟ ان شاء الله، ان شاء الله يكون ليكي شغل. مريم حمل، هل في شغل؟ ان شاء الله يكون في شغل. وصاي، انت عندك عوائق وعندك مشاكل وعندك شوية طاقات سلبية يا مريم، عندك شوية طاقات سلبية وعندك شوية عوائق. ممكن ان انت تقري الرؤية الشرعية، تحاولي ان انت تبعدي الطاقات السلبية دي عنك، ولما تعملي كده ان شاء الله يكون في شغل. ولكن حاليا يمكن لسه، بس حاولي ان انت تحصني نفسك وتقري الرؤية الشرعية لفك الحال، او لفك اسمه ايه ده، حاجات المتعطلة في حياتك. اوكي طيب، وصفات القدم عاطفيا لدانا الجاتي. جايلك شخص، يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون شخص كويس. هو مجروح عاطفيا من علاقة سابقة، وطالع من علاقة سابقة. شخص قادم ليكي، شخص طالع من علاقة سابقة وتعب قوي واستنزف قوي في العلاقة دي. شخص طيب جدا ومسالم ومتوازن، وبيحب دايما السلامة، بيحبش المشاكل وما بيحبش النكد والحاجات دي. هو دايما بيحب ان هو يكون عايش في هدوء وفي امان. قلبه كبير جدا، وهيبقى عنده مشاعر وحب فائضة فائضة ليكي، وهيكون قادر انه يكون معاكي ويحميكي من اي حاجة خارجية. يعني هو ما بيحبش المشاكل وبيحب السلام، ولكن دايما هتحس معاه انك في حماية، انك في سند، ان في حد بيحبك، ان في حد خايف عليكي. على فكرة هو ممكن يكون من طاقة طبيب، او اي حاجة يكون ليها علاقة بالاستشفاء، او الشخص ده تتقابلي معاه في عمل. نزهة حوت وخالد عذراء، في صلح ورجوع. هل خالد عذراء ونزهة حوت في بينهم صلح ورجوع؟ ان شاء الله. انتوا بتحبوا بعض، بس انتوا الاتنين في عند ما بينكم، انتوا الاتنين وفي طاقات سلبية وفي عيون في العلاقة دي، في عيون وفي طاقات سلبية وفي ناس متدخلة في العلاقة، وفي كده يعني في حاجات.
تمام، ويمكن الطاقات السلبية والعيون والناس اللي داخلة في العلاقة دي اللي بوظت علاقتكم أصلا، وهي اللي بعدتكم عن بعض، وكل واحد مسيطر وكل واحد مش عاوز يرجع، وكل واحد عنيد ومستني التاني هو اللي يرجع له. تمام، بس انتوا بتحبوا بعض حاليا. انا شايفة ان لسه مفيش رجوع، ولكن يمكن بعد كده او شوية يكون في بينكم رجوع، او يكون في بينكم صلح، لاني انا شايفة ان في بينكم حب، ولكن الطاقات السلبية هي اللي مأثرة على العلاقة دي. الطاقات السلبية هي اللي عاملة كده فيكم. طيب انا كده خلصت القراءات المجانية، خلصت القراءة، وطبعا لو عاوزين اجاوبكم الفيديو الجاي تعملوا لايك وشير على الفيديو ده، وتكتبوا السؤال بتاعكم، ان شاء الله اجاوبكم الفيديو الجاي. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بكون حاطة الرقم في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.